مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكونون بخير. هاليوم حبايبي راح اسوي لكم بيتزا، عجينة بيتزا وعجينة كلش طرية وكلش ناجحة. عندي هسه راح اقول المقادير. عندي هنا 4 كوب من الطحين الابيض متعدد الاستعمال، استعمالات منخول طبعا. عندي هنا 1/2 كوب زيت زيتون، او اذا عندكم زيت عادي نفس الشيء. عندي هنا خاشوقة من الملح، خاشوقة كبيرة من الملح، وعندي هنا خاشوقة كبيرة من الشكر. عندي هنا خاشوقة ونص من الخميرة الفورية. هسه راح اعجن العجين، وعندي هنا ماي دافي للعجن، ماي ما لا مقادير حسب نوعية الطحين. فهسه راح ابدي اول مرة، راح اخلط المواد الجافة. راح اخلطهم وبعدين اضيف الزيت، اخلطه كل زين. هسه راح ابدي اضيف الماي بالتدريج حتى احصل على عجينة متماسكة وطرية. هسه حبايبي شوية زيت اخليه بالماعون حتى يصير العجين املس. عجنة شويكة هاي العجينة صارت عندنا ملساء، شوفوها. هسا اخليها تختمر، وحبايبي اذا تريدون تضعفون كمية هم تقدرون تضعفوها. هسا اخليها العجين تختمر. هسا اغلفها حبايبي وخليها، اغطيها وخليها تختمر، بعدين ارجع لكم اشوف لكم شلون راح افتحها واحشيها. هسا حبايبي بعد ما اختمر العجين، شوفوا هسا راح اخلي شوية طحين على اي سطح عندكم، على اي تختة. راح افتحها شوية هنا بعدين احولها على الصينية. هسه عندي هنا هاي الصينية هم اخلي لها طحين ووزع عليها الطحين. لا تلتصق العجينة. هسه حبايبي احولها على الصينية حتى افتحها كل زين. حتى لو ترققوها لا تخافون، هاي الطريقة مع العجين ما راح تيبس، راح تكون العجينة كلش طرية. أظل أفتحها حبايبي إلى أن تصير بحجم الصينية. هسا عندي هنا شوكة راح كلها هالشكل بالشوكة، راح أسويها هاي الطريقة حتى من أخبزها ما تنفخ.
هسه عندي هنا صلصة حاضرة، أني أستعمل هاي النوعية من الصلصة، راح أخليها أول مرة الصلصة. هي نجاح البيتزا هي طريقة عمل العجينة، وأنا مشغلة الأوفن على درجة حرارة 500 فهرنهايت، شغلتها قبل 10 دقائق. طبعا اختمار العجينة أخذت نص ساعة. أوزع الصلصة كل زين، هسه بعد ما وزعت الصلصة على العجينة كلها، عندي هنا جبن موزاريلا مبروشة، راح أخليها أوزعها كل زين. هسه حبايبي راح أضيف البابروني هذا، او انتو شوفوا شو تريدون تخلون، تخلون خضار، تخلون دجاج، تخلون لحم، بكيفكم. هي البيتزا اذواق، يعني كل واحد حسب ذوقه، فاني استعمل البابروني. هسه خلصت عندي، شوفوها البيتزا هاي قبل الطبخ، شوفوها شقد مشهية، من اطبخها راح تشوفوها، وراح ان شاء الله ما راح تشترون بعد بيتزا من تعتمدون هاي الطريقة مالتي. هسه راح نشوف البيتزا، شيك عليها. هسه شوفوا ظهرها كل زين، لون ذهبي. هسه راح اصعدها فوق واشغل النار الفوق، اطفي النار الجوة واشغل الفوق على 350 فهرنهايت. هسه حبايبي صارت عندنا البيتزا، شوفوا ايش قد منظرها مشهي. هسه راح اقطعها اشوف لكم شلونها. طبعا كلش مشهية، وشوفوا منظرها حبايبي. طبعا راح ان شاء الله تعجبكم الوصفة. وهنا سويت شوية دجاج، وهنا قليت بطاطا وياها، واتمنى تعجبكم وصفتي هاي، واتمنى تجربوها، وان شاء الله راح تجربوها وراح تعجبكم، راح تسووها على طول، وما راح تشترون بعد من البيتزا من برا. وشكرا حبايبي على متابعتكم.